نتائجها صادمة صادمة للجميع، كل من جربها تعجب. الحبة السحرية دي نتائجها فورية وصادمة، لو حطيتيها على أي تجاعيد أو على أي كرمشة بتلاقيها اتشالت فورا، لو حطيتيها على السواد بتشيله، لو حطيتيها على كرمشة أو على أي تجاعيد أو أي سواد بتنزلها في ثواني، بتفتح بتشد التجاعيد بقوة جمالها وقوتها. هتقومي تعمليها حالا، وطريقتها سهلة وسريعة قوي. بتحداكي لو قمتي تعمليها وما جابتش نتيجة تعالي قوليلي، جابت معاكي النتيجة اللي انا قلتها لك ويمكن اكتر تعالي قوليلي في الكومنتات، لانها من الحاجات الفظيعة، كمان بتدي نعومة للبشرة هايل جدا. متنسوش اللايك، ربنا يسعدكم حبايبي. كل اللي انا عايزاه منك هتجيبي 5 حبات من الحبوب السحرية دي. دي فيها كالوجين خام، فيها بوتكس خام، فيها كمية فيتامينات فظيعة في تغذية البشرة وفي إزالة السواد والتجاعيد. كمان حلوة قوي قوي لانتفاخات العيون وترهل الجفون وكمان الهالات السوداء. مناسبة لجميع أنواع البشرة، جميع أنواع البشرة تقدر تستفاد بالوصفة دي. كمان البشرات الحساسة قوي أو اللي بتقلق من أي تحسس، عايزة أقولك إن الحبة دي مليهاش أي أثار جانبية خالص على البشرة. هتبدأي تجيبي 5 حبات من البامية، طبعا لو ليها اسامي تانية هتكتبولي في الكومنتات. هنبدأ نجيب 5 حبات منها بالشكل ده، وهنقطع بس الحتة اللي فوق دي كده، هنشيلها خالص بالشكل ده. انا مش عايزة اكتر من 5 حبات، يا ريت ما تزوديش عن العدد اللي انا قلتلك عليه عشان الوصفة تنجح معاكي. هتبدأي تاخديها تغسليها كويس وتنشي فيها باي فوطة كده نظيفة، وتنشي فيها كويس عشان ما يبقاش فيها اي مية واحنا بنستخدمها الاول. بعد كده هتبدأي تجيبي اي مبشرة عندك وهتبدأي ان انت تبشريها، بس طبعا تكوني متأكدة ان هي نظيفة وناشفة معاكي ما فيهاش اي مية. هتبدأي ان انت تبشريها بشر ناعم بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان نتائجها هايلة هايلة للبشرة. هنبدأ ان احنا نبشرها بالشكل ده، بشر ناعم، تلاقيها بتلزق شوية في ايدك. وهنبدأ ان احنا نبشر ال5 حبات كاملين. كمان البامية من الحاجات الحلوة قوي للشعر، هبقى اعمل لكم فيديو، لو عايزين انزل لكم فيديو حلو جدا جدا لتنعيم وفرد الشعر بالبامية قولولي في الكومنتات وانا هنزل لكم، لانها حلوة قوي برضو للشعر. بدأنا بشرنا زي ما انتم شايفين 5 الحبات بتاعتي بالشكل ده، مش هنحتاج عليها غير ربع معلقة كبيرة من المكون ده. ده موجود في كل البيوت. اصحاب البشرة الحساسة ما تقلقيش منه، ولو خايفة استغني عنه واستكفي بالحبوب بتاعتي فقط. بس احنا هنحطه ليه؟ علشان يزيد فعالية الوصفة، وعشان ينظف مسامك من جوه ويغسل بشرتك من جوه. كمان من الحاجات الحلوة قوي قوي في تنظيف وكمان ازالة الرؤوس السوداء وفي تنظيف البشرة. ده زي ما قلت لكم اصحاب البشرة الحساسة لو خايفة منه ما تستخدمهوش. هناخد ربع معلقة كبيرة من الملح، ملح الطعام العادي، وهنبدأ ان احنا نخلطه كده بالشكل ده. وزي ما قلت وهقول تاني، اصحاب البشرة الحساسة استغني عنه لو مقلقة منه. بعد كده بعد ما حطينا الملح بتاعي ربع معلقة فقط، ما تزوديش عن كده، عشان لو عندك رؤوس سوداء او عندك اوساخ متراكمه داخل بشرتك تتشال مع التجاعيد. الملح هيعمل كده بس، تمام. هتبداي تجيبي كوبايه كامله من الميه، كوبايه كامله من الميه، ميه العاديه خالص. وهنبدا مبدئيا الاول نفك كده، عشان هتحسي ان هي متماسكه مع بعض، هنفكها شويه في الميه مع الملح وهنقلب شويه. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هنبدأ ان احنا نرفعهم على النار، هيغلوا لمدة 3 دقايق على نار عالية بس، يعني او على نار متوسطة. اهم حاجة ان المية عندك ما تنشفش قوي، يعني يكون فيها شوية من المية. هوريلك برضو شكلها هيبقى عامل ازاي. 3 دقايق يفضل على نار هادية، وهوريكي شكلها حبيبة قلبي. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، بعد ما غلت ونزلت كل الجل اللي فيها وكل الفوائد اللي فيها، طبعا المية بتاعتها نقصت شوية بس ما نقصتش خالص زي ما انتم شايفين اهو.
هي 3 دقايق بس على النار، هتنزل كل الفوائد اللي فيها. طبعا احنا مش هنصفيها ولا هنشيل اي حاجة منها خالص، هتبدأي بس كده بعد ما هتنزليها من على النار على طول هتضيفي عليها معلقة من النشا، وهتبدأي هتحسي النشا الاول عمل تكتلات كده معاكي، بس مع التقليب هتلاقيه اندمج معاها، هتبقى عاملة زي جل الصبار كده بالظبط، جل لزج جدا. وهنبدأ ندوبها ونتأكد ان هي دابت معايا، مش عايزاها يكون فيها اي تكتلات نهائي، نتأكد انها دابت معايا. هتبدأي حبيبة قلبي بعد ما دابت معاكي وقلبتيها كويس قوي، هتبدأي ان انتي تحطي عليها، قصدي ان انتي هترفعيها برضو على النار وهتوطي النار خالص، تقلبتين اتنين هتتقل معاكي، بس انا مش عايزاها تتقل قوي، تقلبتين اتنين كده تلاقيها تقلت معاكي بقى قوامها كريمي شوية، وبعدين هتقفلي النار، هوريكي برضو شكلها هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين حبايبي الغاليين، بصوا بقت عاملة ازاي، ده الكولاجين الخام اللي هيخلي بشرتك دي تبقى مرايه، تبقى مرايه. ولا بصي من اول مره مش هتحتاجي تستخدمي لا مكياج تداري بيه التجاعيد ولا اي مستحضرات تجميل، هتستخدميها وهتشوفي بنفسك النتيجه. بصوا حبايب قلبي اهو هو هيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه معايا ده، هيبقى كده اهو. هنبدأ بقى نضيف عليه مكون حلو قوي، وده علشان الترطيب والنعومة، كمان حلو جدا في التفتيح. هتبدأي تجيبي زيت جونسون للأطفال، زيت جونسون مش قادرة أقولك قد إيه هو جميل للبشرة، بيرطب بينعم بيفتح، كمان بيساعد على إزالة الهالات السوداء وكمان انتفاخات العيون. هنبدأ إن احنا ناخد من زيت جونسون معلقة صغيرة، معلقة فقط صغيرة، وهتبدأي ان انتي تقلبيها او تندمجيها كده مع الكريم الرهيب بتاعك ده بالشكل ده. طيب دلوقتي الكريم ده بيقعد معاكي في التلاجة لمدة 3 ايام، ما بيفسدش تماما، بس بيتحط في علبة مغلقة ما فيهاش اي مية، وبيتحط في التلاجة تمام، عشان لو فاض منك كمية تشيليها في التلاجة، حرام ما ترميهاش، عشان برضو مجهودك وعملك للكريم ما يروحش عليكي. دي حاجة. تاني حاجة، لو بشرتك مش نظيفة فيها باقي كريم او فيها حاجة او حاسة ان فيها اتربة متراكمة، اوعي تستخدمي الكريم، هيزيد اثارك الجانبية. لازم تكوني غاسلة بشرتك كويس جدا ومنضفاها كويس ومنشفاها، عشان ما بيتحطش على بشرة مبلولة. بتبدأي تاخدي منه ويكون بشرتك ساعتها نظيفة زي ما قلت، ويكون برد معاكي ما يكونش سخن. هتبدأي تاخديه كده وهتفرديه على البشرة بالشكل ده كده، زي ما قلتلك اكنك بالظبط حاطه جل صبار بالظبط، نفس السمك بتاع جل الصبار ونفس كل حاجه، اكنك بالظبط حاطه جل صبار. هتبداي تدهنيه كده على البشره وتحطيه تحت عينيكي وتحطيه في الاماكن كلها اللي فيها تجاعيد وفيها سواد، وهتسيبيه على بشرتك لمده 25 دقيقه كامله في مكان ما فيهوش اتربه او مغلق، يعني المكان يكون مغلق. بعد كده هتبداي تغسلي بشرتك كويس جدا، هتستخدمي الكولاجين ده لمده 3 ايام ورا بعض، وبعد الثلاث ايام هتعدي هتبداي ان انت تستخدميه مرة واحدة في الاسبوع او مرة كل 15 يوم على حسب احتياجك، بس انا عارفة ان انت هتستخدميه مرة في الاسبوع من كتر ما هو جميل، بس عادي لو استخدمتيه مرة كل 15 يوم. يا رب اكون قدرت افيدكم، جربوها حلوة قوي قوي وهتدعولي ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام.